أزمة شيكابالا مع السعودية، وحديث خاص ما بين حسام حسن ومارسيل كولر، ويا ترى الفار اخرتها ايه معاه. كلام كتير جدا في حلقتنا معاكم النهاردة، ولكن اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبسرعة خلينا نبدأ حلقتنا معاكم النهاردة. خليني ابدأ معاكم باخر اخبار النادي الاهلي ومنتخبنا المصري، وخليني طبعا اقولك ان البطولة اللي كانت مقرر ليها انها هتقام في الامارات، اللي كانت هتجمع منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب كرواتيا، الحقيقة يعني حصل امور ادت لان البطولة يتم يعني الغائها، او مش عايزين نقول الغائها بقى، نقلها من الامارات وانها تكون موجودة هنا في مصر بفضل جهود كبيرة جدا من الشركة المتحدة، وبالتالي البطولة هتكون في ميعادها زي ما هي، ولكن هتكون هنا في مصر ان شاء الله. طبعا ده ممكن يكون مفيد بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة للاندية المصرية، بالاخص النادي الاهلي، يعني خلينا نكون متفقين. وده طبعا راجع لفكرة ان طبعا كان هيبقى من الصعب جدا ان اللعيبة ترجع من الامارات على مصر وبعد كده تسافر عشان ماتش طبعا سيمبا التنزاني، لان في حالة ان المنتخب اللي هيفوز في البطولة، وطبعا في الاول نظام البطولة ان مصر هتلاعب نيوزيلندا وتونس هتلاعب كرواتيا، الفائز ما بينهم هيلاعب يعني هيلاعب الفريق الاخر يوم 26 ان شاء الله، والاثنين الخاسرين هيلعبوا يوم 25 على المركز الثالث والرابع. طيب ده مفيد بالنسبة للنادي الاهلي في ايه؟ ان بدل ما حضرتك كنت هترجع على مصر وبعد كده ترجع تسافر لتنزانيا، لا دلوقتي انت خلاص انت اوريدي موجود في مصر. طيب ايه اللي حصل وايه المكالمة اللي حصلت ما بين حسام حسن ومارسيل كولر؟ حصل اتصال تليفوني ما بين حسام حسن ومارسيل كولر للتنسيق. ليه؟ لان انت المنتخب واخد من النادي الاهلي لحد دلوقتي 10 لعيبة، وعشر لعيبة أساسيين مع النادي الأهلي، فكان النادي الأهلي مارسيل كولر شرح وجهة نظره لكابتن حسام حسن، وده طبعا من البيان اللي أصدره النادي الأهلي والحديث اللي قاله كابتن خالد بيبو إن حصلت محادثة ما بينهم، وقال إن المحادثة كانت إيجابية، ده كابتن خالد بيبو. طيب كابتن إبراهيم حسن هو كمان طلع وقال إن بالفعل في محادثة حصلت ما بين كابتن حسام حسن وما بين مارسيل كولر، وإن مارسيل كولر شرح وجهة نظره وكابتن حسام حسن فهم واستوعب للآخر خالص، وإن مارسيل كولر كمان سمع لكابتن حسام حسن اللي قاله إن ده أول معسكر للمنتخب الوطني، وبالتالي هم محتاجين ان لعيبة النادي الاهلي تلعب الماتشين بناء على تصريحات كابتن ابراهيم حسن، وبالتالي توصلوا الى ان لعيبة النادي الاهلي هيلعبوا المباراتين، سواء بقى المباراتين دول المباراة الاولى كده كده اكيد مع منتخب نيوزيلندا، المباراة التانية سواء بقى يعني نتمنى ان شاء الله انها تكون على المركز الاول والتاني، او حتى لو المباراة على المركز الثالث والرابع، ان في كل الاحوال هيلعبوا الماتشين. طيب ده بالنسبة للنقطة دي، تعالى اروح بيك لنقطة تانية، وهي حتة رجوع خالد عبد الفتاح لحسابات مارسيل كولر من جديد. ايه اللي حصل؟ القصة كلها ان انت دلوقتي بقى عندك اصابات في مركز المساك، ولما الراجل جه جرب عمر كمال عبد الواحد، احنا شفنا في الماتش اللي كان طبعا بتاع البنك الاهلي ان حصلت مشاكل وكان في دربكه وفي ربكه في صفوف النادي الاهلي، والدفاع الحقيقه كان له اخطاء واخطاء كارثيه كمان، وبالتالي الراجل قرر ان هو يرجع خالد عبد الفتاح اللي كان بيلعب قبل كده مساك في نفس المكان ان هو يرجع من تاني. طيب هل كمان ممكن نشوف عوده محمود متولي؟ ده ما تمش الكلام عليه، ولكن انا بقول لك بالاوضاع اللي احنا شايفينها دلوقتي في النادي الاهلي، انا بما ان عندي لاعب زي محمود متولي لو هو جاهز ايه اللي يمنع؟ ما هو راجل مكمل معايا لاخر الموسم، فده اللاعب بتاعي، فايه اللي يمنع ان هو يكون موجود معايا؟ ولكن خلينا ما نسبقش الاحداث ونشوف ده في الفتره اللي جايه. طيب حاجه مهمه قوي حصلت، ان موقع القاهره 24 سرب ما حدث في غرفة الفار على اللعبة اللي طبعا كانت الناس كلها بتتكلم عنها،
اللي هي كانت المفروض يتم احتسابها ضربة جزاء للنادي الأهلي. طيب ايه اللي حصل وايه القصة وايه الحكاية؟ طيب خليني احكي لك اللي حصل. اللي حصل ان الحنفي على الفار قال لمحمود البنا تمام يا ريس، الكرة اللاعب ايده جنبه، الكرة ما فيهاش حاجة، الكرة ما فيهاش حاجة. قام احمد توفيق مساعد الفار طلب من الحنفي قال له يا حنفي بص على الكرة تاني، شوفها تاني. قام الحنفي قال يا نهار اسود دي ضربة جزاء، طب هنعمل ايه دلوقتي واحنا حسبنا خلاص انها اتلعبت ضربة مرمى. فتقال في غرفة الفار خلاص نبقى نقول انها اوفسايد. محتاجين توضيح سريع وفوري من اتحاد الكورة ومن لجنة الحكام ان هل ما تم تسريبه ده حصل فعلا ولا لا، ومحتاجين ان احنا نسمع اللي حصل. قصدي ما فيهاش كلام، مفيش حاجه اسمها كده، لان في البدايه كان الكلام على ان اصل الفار اتعطل في اللعبه دي، وبعدين بعد كده قال لك لا بس الفار ما تعطلش، احنا ما جالناش حاجه في التقرير بيقول ان الفار اتعطل. طب هل ما تم تسريبه وانت بتقول ان يا نهار اسود الحق دي ضربه جزاء، الحق دي ضربه جزاء، فنعمل ايه يعني؟ مش هنحسبها يعني ونقول انها اوفسايد ونطلع بتبريرات ونطلع بكلام؟ ما حدث في الماتش ده لازم يتم التحقيق فيه، ولازم يتعرف هل فعلا الحديث والحوار ده حصل بالشكل اللي تم تسريبه ولا لا، ولازم يكون في وفاء للنادي الاهلي. لان انا كان ممكن ان انا اكسب الماتش ده، انت ضيعت عليا كده 3 نقط، انت ضيعت عليا 3 نقط، مالكش دعوه انا كنت بلعب ازاي، بلعب وحش بلعب حلو ايا إن يكن، انت بالشكل ده ضيعت على النادي الاهلي 3 نقط، وبالتالي لازم يكون في اجراء واجراء صارم كمان، وده اللي احنا منتظرين نشوفه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب من القصه دي خليني اروح معاك لنادي الزمالك، الامور عامله ازاي بداخل نادي الزمالك بعد الهزيمه من نادي الجونه بنتيجه 3-2. خليني ابدا معاك الاول بازمه شيكابالا وبعد كده نتكلم بقى بالتفصيل عن نادي الزمالك. كلنا اتفاجئنا امبارح بتويته زي ما هي كده واضحه قدام حضراتكم بان شيكابالا استلم فلوس عشان كان مفروض هيسافر السعودية وهيلعب هناك يعني دورة رمضانية وهيكون متواجد فيها هناك، وإن اللاعب المفروض كان فيه اتفاق على ميعاد سفر وتم الحجز له هو والسبعة هيكونوا معاه، ولكن اللاعب فص ملح وده، اللاعب ما بيردش، اللاعب ما جاش في ميعاده، اللاعب ما التزمش. يفضل السؤال، هل اللاعب ابلغ جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عن سفره؟ طيب هل نادي الزمالك كان عارف؟ طيب اللاعب ما سافرش ليه او ايه اللي حصل؟ كل دي حاجات يا جماعه كان لازم نادي الزمالك يطلع ويوضحها على طول، زي ما احنا بقى معتدنا ان كنا بنشوف المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك بيطلع في الصغيره قبل الكبيره يتكلم. طب احنا ليه ما شفناش توضيح على الجزئية دي؟ في حين ان كان لازم يكون في توضيح على الجزئية دي لجمهور نادي الزمالك. اتمنى ان احنا نشوف ده، لان لازم يكون في بيان رسمي بعد ما الكلام برضو طلع بشكل رسمي، وان الراجل قال ان هو هيقوم بكافة الاجراءات لطبعا للحفاظ على حقه. فبرضو منتظرين نشوف ايه اللي هيحصل في القصة دي. طيب الامور عاملة ازاي بداخل نادي الزمالك من بعد الهزيمة بنتيجة 3-2؟ الامور كالتالي، اول حاجة ان نادي الزمالك قالك ان هو بدأ دلوقتي يبحث عن مهاجم اجنبي عشان يتم ضمه في الصيف. طيب هرجع واسأل سؤال، ليه ما تمش البحث
عن مهاجم في ظل الصفقات الكتير، العشر صفقات اللي احنا شفناهم لنادي الزمالك. وبالمناسبة شفنا وقتها تصريح للكابتن احمد سليمان وهو بيقول اصل في ندرة في المكان ده فاحنا ملقيناش فما جبناش. طب ما انا عندي مشكلة دلوقتي ورحت دفعت فلوس وجبت 10 لعيبة وجبت لعيبة في اماكن، انا في لعيبة لحد دلوقتي انا ما شفتهاش لعبت في نادي الزمالك لحد دلوقتي. كل ده طبعا لتراجع اداء سيف الجزيري. ناصر منسي موجود ولكن محاولات يعني برضو مش في افضل حالاته. سامسون اكينولا انا عن نفسي معروف رايه فيه من بدايه ما جه لنادي الزمالك وان هو مهاجم لا يصلح للتواجد مع نادي الزمالك، يعني امكانياته محدوده جدا يعني. وبالتالي نادي الزمالك حاليا بيدور على مهاجم. طيب ولكن طبعا القصه دي للصيف بقى وعليك خير ان شاء الله. فانت دلوقتي كنادي زمالك انت عندك بطوله كونفدراليه وعندك بطوله الدوري ومحتاج تشوف هتقدر تعمل فيهم ايه. مستواك متراجع جدا في الدوري، لسه قدامك الفرصه. لسه الفرصه موجوده ولكن لازم ان انا ابدا الحق نفسي لان نزيف النقط ده مش هيكون له مردود كويس على نادي الزمالك. طيب ايه كمان؟ قال لك ان مجلس اداره نادي الزمالك بعض الاعضاء فيه اقترحوا ان يكون في مساعد مصري في الجهاز المعاون لجوزيه جوميز، وان الراجل واضح ان هو برضو لسه مش عارف اللعيبه بشكل كبير، مش قادر ان هو يكون عارف برضو الدوري المصري بشكل كويس. لكن تفضل السؤال، هل جوزيه جوميز هيوافق على حاجه زي كده؟ خلي بالك هي مش الفكره مش في جوزيه جوميز نفسه يعني، ولكن هو معظم المدربين الاجانب يعني ما بيحبوش حاجه زي كده. فهل هنشوف ده؟ لانه طبعا الزمالك حاليا في المركز ال 13 في الدوري المصري، ولكن الزمالك لعب 11 مباراه، اعلى فريق في الدوري اللي هو بلديه المحله كعدد ماتشات، يعني لعب 16 مباراه وبالتالي ما زال في عدد من الماتشات المؤجله للنادي الزمالك. ولكن لازم ان انا ابدا الحق نفسي لان نادي الزمالك على الاقل محتاج ان هو يكون في المركز الثاني عشان يقدر يكون متواجد في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي ان شاء الله. فده برضو اللي احنا منتظرين نشوفه بعد كده.